صباح الخير يا شباب، سامعني كده؟ زي الفل. طيب تمام. ان هنبتدي النهارده ان شاء الله شابتر 2. هو برضو مازال في الكاونتينج، بس هو يعني حاجات اكثر تعقيدا من شابتر 1. هنقرا كده مثلا اربع مسائل او خمسه، وبعد كده نبتدي نفكر نحلهم ازاي. الشابتر 2 اسمه اللي هو البيزك كاونتنج تكنيكس. يعني اول مساله بيتكلم عليها في البروبلم سولفينج يقول لك اذا فيجر تو بي ذا رايت، اللي هو الشكل اللي في اليمين ده، ريبريزنت رود ماب بتوين اربع فيليجز، يعني اربع قرى A وB وC وD. A وB وC وD الاركس دي indicates the paths، المسارات بين القرى او المدن. يعني how many ways، ايه عدد الطرق انك تروح from A to D. هو عايز يقول لك ايه هي البوسيبل، الطرق الممكنه اللي تروح من A ل D. خد بالك ما بين A و B في اربع طرق، ما بين B و D في ثلاث طرق، ما بين C ودي في اربع طرق، ما بين ايه وسي في طريقين. فهو بيقول لك ايه، عندك كام سكه، يعني عندك كام احتمال من السكك. هو اللي هنا بيكلمني عن الكاونتنج. يبقى تاني عشان نفهم المساله، بيقول لك الشكل اللي على اليمين ده ماب بين اربع مدن A وB وC وD، ادي الطرق الممكنه. فبيقول لي انت عندك كام احتمال عشان انت عايز تروح من A لD، عندك كام احتمال. على فكره هو بيقول لك ايه، لو انت ركزت شويه انت ممكن تروح ايه، مكتوب عليه معايا A C D، ممكن تروح A B D. تمام. طيب تعال نشوف ده السؤال الاول. السؤال الثاني بيقول لك ايه، on the island of Mobile، جزيره اسمها كذا، عندهم الالفابيت بتاعهم عنده 5 ليترز. يعني احنا عندنا الانجليش مكون من 26 حرف، هم اللغه بتاعتهم جزيره معينه كده سكانها اللغه مكونه من 5 حروف. كل every word في اللانجوج دي no more than 3 ليترز، يعني اي كلمه في اللغه دي ما بتزيدش عن 3 حروف. يبقى اذا اللغه فيها 5 حروف، اللغه فيها 5 حروف واي كلمه لا تزيد عن 3 حروف. هنا بيقول لك ايه، هاو ميني ووردز ار بوسيبل، كم عدد الكلمات الممكنه في هذه اللغه. خد بالك هم 5 حروف وكل كلمه المينيموم بتاعها 3. هو بيقول لك اللغه دي ممكن يكون فيها كم كلمه. دكتور ايوه يا ابني، هو حضرتك بدات امتى؟ بدات السنه اللي فاتت. لا والله الساعه 9 اهي، انا دخلت لقيت حضرتك بتشرح. خد بالك انا قدامي 9 و4 دقايق، يبقى المشكله عندك انت. خلاص ماشي، معلش معلش يا دكتور، والله الساعه 9 معايا بالدقيقه اهي. والله 9 و4 دقايق قدامي. لسه بادئ من دقيقتين يا عم، اهو ده هو شارب حاجه على الصبح. هاو ميني والله دكتور ده انا من جنبكم حد. طيب ماشي ركز بس. How many pairs of positive integers؟ يعني مثلا عايز يحسب m square plus n. هعيد تاني شويه كده وهعيد تاني. على فكره المسائل دي هنعيدها تاني، انا بس بستعرض المسائل. اتفضل يا دكتور. البروبلم 2 4، how many squares؟ بص ادي مجموعه الدوتس اهي، دي كام في كام؟ دي 5 في 5، 25 نقطه. فبيقول لك ايه، انت ممكن ايه عدد المربعات اللي ممكن تكونها في الشبكه دي. مربعات يعني كم مربع ممكن تطلعه من اللي هم الدوتس دي. طب عدد الدوتس دي ايه، 5 في 5، يبقى عددهم كام؟ 25. لا ده الموضوع كبير، يعني مش 25، ده هو 25 نقطه بس، هو عايز يجيب كم مربع. خد بالك ده ممكن يكون اللي انا بشاور عليه ده مربع صغير، وده كمان مربع، وده مربع، ممكن المربع الكبير ده مربع كبير لان هو 5 في 5 وهكذا. هو قال عدد المربعات اوف اني سايز. بيقول لك ايه، بص البروبلم بتقول ايه، هاو ميني سكويرز اوف اني سايز كان بي فورمد
by connecting dots in the grid shown in figure 10. الفيجر اللي هو اللي تحت المسألة دي على طول. رجعنا بس تقفلوا المايك. تقفلوا اقفل المايك. اللي عايز يتكلم بس اللي يفتح المايك. ولا اقفلوا انا ميوت اول. خلاص كده يبقى احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ بنتكلم على خمس مسائل هنحلهم في الشابتر ده. يبقى مسألة النتورك دي او الشبكة دي، ومسألة اللي هي اللغة، ومسألة رياضية بيقول لك ايه how many positive integers، ايه الاعداد الصحيحة من m و n اللي بتحقق المعادلة دي، m square زائد n اقل من 22. ومسألة بقى فيها counting زي كده، يعني مسألة بتعد الايه، بتعد المربعات. خلي بالك هنا قصده ان انا المربعات of any size، يعني ده مربع اهو، واللي انا بشاور عليه يعني ممكن يكون المربع مكون من اربع نقط، وممكن يكون نقطتين طول نقطتين عرض، او ثلاث نقط طول ثلاث نقط عرض، فيديك مربع اكبر شويه، وممكن يكون المربع الكبير ده احد المربعات. فبيقول لك ايه، how many squares of any size can be formed by connecting dots. تمام. في 2-5 بيقول لك ايه، السكان بتوع السكان بتوع بتاع الجزيره اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. انا بس بشوف بقى كم واحد حضر، وحضر لحد دلوقتي 38 واحد. السكان بيقول لك ايه في الجزيره دي decide to expand their alphabet. احنا خد بالك احنا قلنا في المساله دي في جزيره معينه اللغه بتاعتها فيها خمس حروف، كل كلمة بتتكون على أقل من ثلاث حروف. فالسؤال اللي فوق 2-2 بيقول لك طب كم عدد الكلمات الممكنة في اللغة دي؟ طب هو هنا كبر المسألة شوية، قال لك إيه؟ من مسألة 2-2 هم قرروا يعملوا expand to the standard alphabet 26، يعني ياخدوا 26 لتر من الـ A to Z زي الإنجليش، ولكن عندهم limitation للسايز بتاع الكلمة، يكون 3 letters or less. قصده or less دي معناه ان ممكن الكلمة تكون 3 حروف او حرفين. And for some reason they insist، لسبب ما هم صمموا ان كل الwords contain letter A at least once، يعني كل الكلمات اللي هيتكلموا بيها تحتوي على الاقل على letter A. ايه عدد بقى how many 3 letters words are possible، كم بقى بناء على الاشتراطات اللي هو قالها دي كم كلمه ممكن تكون في اللغه. هنحل الخمس مسائل دول واحده واحده. ناخد المساله الاولانيه اللي هي 2-1، يعني اللي حاضر من دلوقتي ركز معايا بقى، كان احنا لسه بادئين. انا جاست شرحت المسائل، هشرحها تاني بسرعه وهنتكلم على حلها. هنتكلم على حلها. طيب تعال نشوف ايه المساله. بيقول لك بروبلم 2 1. بروبلم 2 1 بتتكلم ايه؟ بروبلم 2 1 بتتكلم عن هو مشغل الميكروفون ولا مش شغال؟ بروبلم 2 1 بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم بيقول لك ايه، ادي الشكل اهو، اربع مدن A B C D، أربع مدن، والأركز دي عبارة عن طرق بين المدن. بيقول لك إيه اللي هو عايزه؟ هو عايز يطلع من المدينة إيه يروح للمدينة دي. بيقول لي يعني إيه عدد الطرق اللي أنا ممكن أسلكها في الخروج من إيه والوصول إلى دي. خد بالك ما بين إيه وبي في أربع طرق، ما بين بي ودي ثلاث طرق زي ما أنت شايف في الرسم، ما بين سي ودي في 2-4-5 طرق، ما بين إيه وسي في طريقين. تمام. بيقول لك how many ways are there to go from A to D أو from A to D. المسألة أنا بتفاش هي موجودة قدامك هي. For example. وخمسة. نعم. هيبقوا خمسة صح؟ خمسة إيه؟ ركز شوية، أنت مش مركز. مش خمسة ده طرق. ما أنا ممكن أطلع كده زي ما أنا شايف، وبعدين من هنا وأوصل لدي، وممكن أطلع للطريق التاني، ده بدائل كتير. يبقوا أربعة في ثلاثة في خمسة في اثنين. أربعة في ثلاثة في خمسة في اثنين. يطلع تسعة. طيب رجاء بس تركزوا، يعني وفروا الاجابات بتاعتكم شويه، لان هي طبعا الكلام مش صح اكيد. يعني 4 في 3 في 5 في 2. تمام ماشي، هنشوف ثواني يا حبيبي. تمام عشان زملائكم بس يفهموا. تمام
يا دكتور فهمنا يا دكتور معلش عشان مش فاهم شويه والله وانا لسه شرحتها اصلا. طيب ركزوا بقى، بيقول لك ايه جو فروم اي تو دي ثرو بي، لو انت عايز تروح من اي لدي عبر البي، عبر البي يعني ما انت عندك سكتين من اي لبي لدي ومن اي لسي لدي، فيبقى عندك سكتين يا اما تطلع من اي على بي يا اما تطلع من اي على سي. احنا هندرس الاحتمال بتاع من اي لبي على دي. بيقول لك لو انا عايز اطلع من اي تو دي ثرو بي في اربع ويز، اه تمام اربع طرق. لو انا عايز اروح من اي لبي في اربع طرق، جميل لان هم اربع طرق اهم. طيب وعشان اطلع من بي لدي في ثلاث طرق، فيبقى اذا من A لدي في 4 في 3 12 طريق. طيب على طب كبر شويه يا دكتور عشان كبر شويه عشان مش شايف كويس. يعني انت مش اذا كنت انا شايف كويس انت ما هات لك نظاره. لا ما اقدر يا دكتور بس طلع بالكبر عادي. انا مش عارف انت، انا نفسي اعمل لك ميوت خالص. انت اسمك ايه؟ ميوت اولى. تمام. بص يا شباب، بيبقى جو فروم اي تو، يعني انت مثلا بص اهو لو طالع من اي لدي، لو طالع من اي لدي قدامك من ثرو بي يعني عبر البي، فانت من اي لبي اهو قدامك اربع طرق، وبعدين من بي لدي قدامك ثلاثه، يبقى اجمالي الطرق من اي لدي عبر البي هي 4 في 3 زي ما هو قايل لك اهو. ابص اقرا الكلام، there are four ways في اربع طرق from A to B and three ways to get from B to D من البي تو دي. therefore عدد الطرق كلها، لان خد بالك ادي انت ممكن تسلك الطريق اللي انا بشاور عليه ده، وبعدين او لما تاخد الطريق ده قدامك ثلاث احتمالات، يبقى دي اول ثلاثه، او تسلك الطريق الثاني وهيبقى قدامك برضو ثلاث احتمالات، ادي كمان ثلاثه، والثالث وقدامك قدام ثلاث احتمالات، ادي ثالث ثلاثه، والرابع زي ما انا بشاور كده، وبعد كده وقدامك ثلاث احتمالات، يبقى رابع ثلاثه، يبقى الاجمالي ايه؟ 4 في 3 اللي هي السكه دي. هتحسب نفس بنفس الفكره من A ل D عبر المين؟ عبر السي. عبر السي. عبر السي تمام. فيبقى اذا انت من A ل C قدامك سكتين، وكل سكه منهم مقابل خمسه من دول، لان دول خمس طرق. يبقى اذا اجمالي الطرق من A ل D عبر السي 2 في 5 زي ما هو كاتب اهو، انا بشاور اهو 2 في 5 تمام، اطلعوا ب 10 بس يا يطلعوا ب 10 ايوه يطلعوا ب 10 2 في 5 يبقى 10. خد بالك يبقى في 12 طريق جم من السكه الاولانيه، وفي 10 طرق جم من السكه الكام الثانيه، يبقى اجمالي الطرق بقى اجمالي هتجمعهم ولا تضربهم؟ الاجمالي الطرق اللي تنقلك من ال دي عن طريق يعني جالك 12 طريق، وعن طريق سي جالك 10 طرق، يبقى الاجمالي جمعهم يبقى هيطلعوا كام؟ 10 زائد 12 كده المساله، يبقى دول هيتجمعوا، يبقى اذا عدد 22 يا دكتور 22 عدد الطرق الممكنه للانتقال من A ل D 22 طريق، 12 جم من A B D و10 جم من A C D. هو عايز يعلمك ازاي انت امتى بتعمل بلس وامتى تعمل تايمز. ركز بقى في الكلام. فيبقى اذا انت هنا ايه جمعت، ضربت دول في عد الطرق وبعدين جمعتهم، البدائل بتجمع. يعني ايه البدائل بتجمع؟ ما في بديل، خلي بالك A B D بديل ل A C D، فيبقى ده بديل لده، فيبقى هو جمع ليه ما ضربش ال 12 في ال 10؟ لان دول بدائل، بدائل يعني يا اما اروح السكه دي يا اما اروح السكه دي. يعني لو انا خدت من A ل D ل B ل D، دي بديلها ايه؟ A C D، بس من A ل B ل D في 12 احتمال، انما من A ل C ل D في 10 احتمالات، يبقى التوتال بتاعنا كله كام؟ 22 طريقه. وبدا يشرح لك هو، ركز بقى في الكلام، مساله كده خلصت، بس بدا يشرح لك امتى املتبلاي وامتى اعمل ايه؟ اعمل الاد، اللوجيك بتاع الجمع واللوجيك بتاع الضرب. خلصنا المساله 2-1، نتنقل ل 2-2. حد عنده اي سؤال في 2-1؟ لا تمام. لا تمام. طيب هنخش في 2-2. 2-2 بتقول ايه؟ تمام كله يا دكتور، كله تمام. تمام يا هلا. 2
نخش في 2 2 لسه عليكم يا حسام. يا بنسكت بقى بطل بقى. اونزا ايلاند لما يكون عندك سؤال بس اتكلم. اونزا ايلاند اوف مابل جزيره اسمها مابل مش عارف الالفابيتك بتاعتها 5 لترز. كل كلمه بتتكون من ايه؟ من 3 لترز. ايه بقى عدد الحروف الممكنه؟ هنا بيقول لك ايه وورد كان يوز لتر لتر مور ذان وانس. قصده ان ممكن ثاني بس دكتور ثاني ثاني جزيره اسمها اي حاجه الالفابيتك بتاعها 5 حروف بس، يعني عندهم A B C D E ما عندهمش الحروف الثانيه. اي كلمه في اللغه بتاعتهم بتتكون من 3 حروف، يعني ايه تبقى A B C مثلا او A D E اي حاجه. بس هو بيقول لك ايه الكلمه كان يوز ليتر مور ذان وانس، يعني ايه الكلمه الورد كان يوز ليتر مور ذان وانس؟ يعني في كلمه اسمها A A A. هو اسمع اقرا بس الكلام، ما بيقول لك ان الكلمه ممكن تستخدم الحرف اكتر من مره. طب في كلمه اسمها اي بي اي؟ لا يا ابني ممكن مش ممكن ليه؟ ممكن عادي ممكن بص يبقى 3 حروف يعني بص بيقول ايه كان يوز ليتر مور ذان وانس، يعني ايه الكلمه أيوة ينفع انك ان تكرر نفس الحرف في الكلمه. ايوه طبعا. طيب but zero letters does not count a word. طب واحد يجي يقول لي طب كلمه ما فيهاش ولا ليتر؟ لا ما تنفعش word. ما تنفعش طبعا لازم. انما مثلا انا اقول لك ايه درجات الطالب من 1 ل 100 ولا من 0 ل 100؟ من 1 ل 100. من 0 ل 100 لا من 0، في درجه اسمها 0. في انما ما فيش كل سنه ما فيش ما هنا الزيرو ديفاين. انما في اللغات تيجي تقول لي انا عندي كلمه في اللغه الانجليزيه زيرو ليترز اقول لك لا يا بني لا على الاقل يكون فيها ليتر واحد او اثنين او وات ايفر. فهو هنا بيقول لك ايه but zero letters does not count a word. zero letters دي ما هياش ايه ما هياش كلمه. طب هيحلها ازاي بقى؟ تعال نشوف هيحلها ازاي. بيقول لك ايه لو هو عنده ركز في الكلام هو من سياق انا هو اسلوب القص عنده كله ولا عندي انا بس؟ نعم ايه اللي عندك بس؟ صوت تمام صوت تمام ما في حاجه صوت تمام. طيب بص بيقول لك ممكن في كلمه مكونه من 1 لتر، كلمه من 2 لترز، كلمه من 3 لترز، كلمه من اقصى يعني هو قال لك اقصى سايز للكلمه 3 لترز، فيبقى عنده مجموعه كلمات من لتر واحد. كم كلمه ممكن يعني كم كلمة تتكون من لتر واحد؟ كم احتمال؟ 5. 5 لأن هم 5 لترز. طب كم الكلام يكون من 2 لترز؟ 5 في 5 يا دكتور. لا 5 في 5 ليه؟ الكلمة مكونة من مش الحرف بيتكرر. 5 في 5 والحرف بيتكرر. بيتكرر واحد بيتكرر 5 مرات. صح يبقى 5 في 5 صح. يبقى إذا إيه بي وينفع إيه صح. انما لو ما ينفعش ايه كان يبقى في كلام تاني. ينفع يعني تبقى فيها بي بي ايه يبقى التو ليترز 5 في 5. يبقى بص الوان ليتر جابت لي كام احتمال؟ 5 احتمال. 5 احتمال. طب والكيس 2 جابت لي كام احتمال؟ 25. 5 في 5 ب 25. طب ال 3 ليترز 125 جاب لي 125. 5 في 5 كويس. هو ليه ما قلناش 5 في 4 في 3؟ ليه ما قلناش 5 في 4 في 3؟ لان الحرف بيتكرر. الحرف بيتكرر يا دكتور. طب تمام يبقى اجمالي الكلمات اللي في اللغه دي كام؟ 155 زائد 25 زائد 125 155. يبقى اجمالي الكلمات اللي موجوده في اللغه دي 155 كلمه. يبقى حلينا المساله نمره كام؟ نمره 2. نمره 2. طب بص علاقة علاقة البلاس دي هي علاقة اور ولا ان؟ اور يعني انا يا اما عندي 5 كلمات من لتر اور 25 او يبقى التوتال كويس. فهو هنا بيقول لي ايه انا عندي الكلمة تبقى 1 لتر اور 2 لترز اور 3 لترز. سو وي هاف ذا تشويس عن 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 ايه هنجمع الحروف اللي هي ممكن تطلع من اللغه دي. يبقى اللغه دي ممكن تجنريت 155 كلمه على الاشتراطات اللي هو قالها. طب نخش في المساله نمره 2 3. والله مش عايزين بس يلا
2 3 بص 2 3 اصعب شويه. بيقول لك ايه المساله بسيطه خالص. How many pairs of positive integers m و n satisfy m squared plus n؟ بلس ان اكبر من 22. طب انا هسالك سؤال، يعني هما لما m تربيع زائد n اقل من 22 هو بيقول لك ايه؟ كم بير من الحروف من الارقام ممكن تحقق المعادله دي؟ هسالك سؤال، اكبر قيمه الام كام واقل قيمه الام كام مثلا على المعادله اللي قدامك دي؟ اكبر قيمه الام واقل قيمه الام لام برضه لام 4 وان 9. لا دي ملهاش حلول، ده ملهاش حل واحد، دي ليها مجموعه حلول. ده اكتر من حل يعني 1 و3. بص مثلا 1 و3 حقق المعادله، لان 1 تربيع لو ام تساوي 1 وان تساوي 3، 1 تربيع زائد 3 يبقى 4، 4 اقل من 22 يبقى صح. طب 2 و3 تحقق برضه، 2 تربيع زائد 3، طب 2 و4 تحقق لان 2 تربيع ب 4 زائد 4 8. ففي بيرز كتير تحقق. هو ايه اللي هو عايزه؟ عايز عدد البيرز اللي ممكن تحقق الانيكواليتي دي اسمها انيكواليتي. يعني ايه انيكواليتي؟ يعني متباينه. فهو عدد البيرز اللي هم ايه؟ قيم ام مع انما لو خدت ام مثلا تساوي 100 وان تساوي 1 تحقق؟ ام تساوي 100، 100 تربيع ب 1000 زائد 1 اقل. لا طب 100 لو خدت ام تساوي 30 مش هتحقق. طب لو خدت ام تساوي 22 ام 22 لا لا تحقق. لان ام 22 بس هتبقى ام تربيع هتطلع لا مش هتنفع ام. طب ممكن ان تاخد 22؟ ممكن ان تاخد 22؟ لا لو الام بزيرو، لو الام بزيرو ايوه ممكن، ايوه ممكن ان تاخد اتنين. لا مش هتبقى لا بس مش هينفع لان مفيش ايكوال، الاول مفيش ايكوال صح. يبقى اقل اعلى قيمه لان كام؟ اعلى قيمه على الاطلاق لان اعلى قيمه 21. اعلى قيمه 21. وخد بالك هو قال لك انتجرز يعني مفيش انصاص، مفيش انصاص. فيبقى اذا واضح ان ان هنا اعلى قيمه ليها 21. طب اقل قيمه زيرو طبعا. طب ام اعلى قيمه ليها كام؟ بيقول لك لا عند افتراض. بص بقى هو الراجل درس ايه. بيقول لك ات كيس واحد لو خد ام تساوي واحد مثلا، فبيقول لك ايه لما اخد ام تساوي واحد يبقى ان عباره اقل من او تساوي 22 ناقص واحد يعني 21. لما خد ام تساوي 2 يبقى ان ايه 22 ماينس 4 18. لو ام تساوي 3 تساوي 4 كويس بدات تبقى كام؟ 6. هو عايز يقول ايه؟ ام دي ليها 5 ليها 5 احتمالات. ايه هم الخمس الاحتمالات؟ ام دي مالهاش الا 5 احتمالات. 0 و1 و2 طب ام ما تاخدش احتمال 5 ازيد 5 تبقى 25 يعني 25 زائد ان عمر ما هتبقى 25 زائد اي رقم ولو يكن ان بتساوي 0 تبقى اقل من 22. يبقى اذا ام فيها كام احتمال؟ يا واحد 5 يا 3 يا 4. فهو هنا بقى طب عند كل واحده لما ام تساوي 1 تديك كام احتمال لان؟ 22 ناقص ام تساوي 1 وي ماست هاف ان اقل من 22 ناقص 1 يعني ان اقل من 21. يبقى عندك 20 احتمال. يعني لما ام تساوي 1 يبقى احتمالات ان هتبقى 20. لما ام تساوي 2 هتبقى ان اقل من 22 ماينس 4 تطلع 18. يبقى اذا احتمالات ان في الحاله دي كام؟ 17. ام تساوي 3 ان اقل من 22 ماينس 9 يبقى 13. خد بالك انا بقلل 1. ليه بقلل 1؟ لان مفيش ايكوال. يعني بعد ال 13 كتبت كام احتمال؟ 12. بعد ال 18 كتبت كام احتمال؟ 17. بعد ال 21 كتبت كام احتمال؟ 20. فيبقى عند ام تساوي 1 عندي 20 قيمه لان، وعند ام تساوي 2 عندي 17 قيمه لان، وعند ام تساوي 3 في 12 قيمه لان، وعند ام تساوي 4 اعطاني كام قيمه ام؟ 22 ماينس 16 فبنقص 1 عشان هي اقل فبقت 5. يبقى اجمالي البيرز كام يا شباب؟ مجموعهم مجموع ال 20 زائد 17 زائد 12 زائد 5 يبقى انا كده 44. 54 مش 44. 54
54. بص في 20 احتمال مع افتراض 20 احتمال مع افتراض ان ام تساوي 1 و17 احتمال مع افتراض ان ام تساوي 2 و12 احتمال مع افتراض ام تساوي 3 و5 احتمال مع افتراض ام تساوي 4. ليه ما خدتش ام تساوي 5؟ لان على حسب المعادله دي يستحيل ام تساوي ايه تساوي 5. اللي مش فاهم يقول لي انا معاك اهو. هيطلع تاني يا دكتور بعد اذنك. ركز معايا بس يعني. طب انت فاهم المساله؟ انا مش سامع حاجه. انا مش سامع حاجه خالص. انت مش سامع يا جدعان؟ الصوت مظبوط كده في الانترنت كونكشن. ما انا مش عارف اعمل ايه. انا مش سامع الصوت بيقطع. هنسجلها يا دكتور. ساعدت تاني من جديد عشان احنا لسه انسى ضمير الكلام مش فاهمين اصلا. هاو ميني بيجز ايه هي يعني؟ بيجز يعني ايه؟ قيم ام وان اللي بتساتسفاي الانيكواليتي دي. الانيكواليتي يعني متباينه. مش يعني لما اقول واي تساوي تساوي اكس زائد 5 دي اسمها معادله، انما دي اسمها متباينه. انيكواليتي يعني ايه متباينه؟ الناحيه اليمين غير الشمال، بس الناحيه دي ام سكوير زائد ان اقل من 22. فهو بيقول لي بص انا هفترض ان ام تساوي 1، هفترض ان ام تساوي 1 واجيب احتمالات الان، وهفترض ان ام تساوي 2. طب واحد يجي يقول لي طب انت مشيت على واحد ام تساوي 1 وحسبته واثنين وحسبته وثلاثة واربعة، ليه ما خدتش 5؟ يقول لك مستحيل انها تبقى 5 لان ام سكوير 5 تربيع تبقى تطلع 25. ما فيش حاجة اسمها 25 زائد ان اقل من 22. اقل قيمة الان هي 0، ما فيش ماينس على فكرة، كلهم بوزيتيف. اقل قيمة الان هي ايه؟ هي 0. فيبقى 25 زائد 0 اقل من 22. لا دي كده غلط. يبقى اذا عمر ما ام هتساوي كام؟ هتساوي 5. طب 4 تمشي. ليه؟ لان ام تربيع بتساوي 16 زائد 0 اقل من 22. فيبقى الاحتمالات اللي ام محصوره ما بين 1 و2 و3 و4. طب انا هدرس عند 1، حطيت ام في الانيكواليتي دي عند 1، فجبت ان 1 تربيع وديتها هناك، فتطلع 22 ماينس ايه؟ ماينس 1. 22 ماينس 1 تطلع 21. هو عشان ان تبقى اقل من 21 يبقى عندي كام احتمال؟ عندي 20 احتمال. لان خد بالك 21 مش معانا. انا بقول لك ان تبقى اقل من 21 يبقى عندي 20 احتمال. ونفس الحاله دي طبقتها عند ام تساوي كام؟ تساوي 2. فطلعت 22 ماينس 4، 4 دي اللي هي ام تربيع، تطلع 18. عطت كام احتمال؟ 17 احتمال. وكذلك على ام تساوي 3 وكذلك على ام تساوي 4. ويبقى اذا اجمالي الاحتمالات او اجمالي البيرز اللي بتحل المعادله دي هي 20 زائد 17 زائد 12 زائد 15 اللي انا جبتهم من هنا. 20 عند ام تساوي 1 و17 عند ام تساوي 2. 17 مره مش قيمه 17، و12 قيمه عند ام تساوي 3، وخمس قيم عند ام تساوي 4. فيبقى اذا البوسيبل بيجز كام؟ 54 بي. تعالى بقى اللي صعبه شويه 2 4 دي. يعني 2 4 هاو ميني سكويرز؟ لا والله يمكن اللي فاتوا دول سهلين خالص. هاو ميني سكويرز اوف اني سايز كان بي فورمد باي كونكتنج دوتس ان ذا جيت شون ان ذا فيجر كذا. يعني مش سامع حاجه، مش شايف غير بتاع السهم وبيتحرك بس، مش سامع اي حاجه. ما كويس يا اسطى انك شايف. يا ابني انت اسمك ايه الاول؟ انت اسمك ايه؟ الهادي يا حبيبي. ما تاجب يا ابني، والله ما هعمل لك حاجه. انت اسمك ايه؟ انت مش سامع حاجه، ممكن تكون المشكله من على النت عندك. اعمل لك ايه انا؟ يعني حاول تشغل دماغك شويه. انت عندك مشكله في الانترنت كونكشن، انا بسجلها ارفعها لك على الجروب، ارفعها لك على اليوتيوب خلاص. فما تقعدش كل شويه تقول انا مش سامع. بقى في غيرك سامع. انت قلت ايه يا دكتور عشان ما سمعتش؟ والله لا اله الا الله. وبعدين تساله مش بنعمل اونلاين ليه يا ابني؟ انت مش سامع، في غيرك سامع. بتساله مش بنعمل اونلاين ليه؟ ادي الاشكال اللي عندنا اهي. طيب ركزوا بقى. سامع يا دكتور. ركز. يبقى 5 في 5 عشان ما نضيعش وقت المحاضره، ده ناقص 10 دقايق. اللي بيتكلم ده بيتر اصلا. طيب خلاص اوكي. يبقى دي 5 فين؟ 5 في 5. تعال نشوف بيقول لك ايه. عدد المربعات اللي ممكن تكونها في مجموعه الدوتس دي. دوتس يعني نقط. 5 نقط في 5 نقط. خد بالك الصوت اشتغل اهو. خلاص هو لما بيجي
لما بيجي يحسب فحسب لي بيقول لك في مربع ممكن يبقى كده واحد في واحد وفي مربع ممكن يبقى كده. خد بالك لو انا بحسب على 1 في 1 1 باي 1 ده مربع مساحته 1 في 1 ده مربع مساحته 2 في 2 وممكن يبقى مربع 3 في 3 وممكن يبقى مربع 4 في 4 وممكن يبقى 5 في 5. هو ايه اللي هو عايزه؟ عدد اجمالي عدد المربعات الكامله اللي ممكن تطلعها من مجموعه الدوتس دي. بص بقى لو هو 1 في 1 يقول لك ايه كم مربع تطلعه من الخمسة في خمسة مساحة الواحد فيهم واحد في واحد 16 هم 16 اوكي ادي واحد اهو شفة واحد الناحية دي اهو شفة واحد الناحية دي اهو فيبقى كل واحد من دول هيطلع لك كم واحد اربعة ولا ثلاثة هيطلع لك اربعة وهم اربع اربعة في اربعة فيطلعوا لك ايه 16 مربع واحد في واحد هاي حد مش مقتنع ب 16 دول ادي واحد اهو شفت واحده ادي اثنين ثلاثه ادي اربعه يبقى الاثنين اللي فوق بس عطوك اربعه الثاني والثالث هيدوك اربعه كمان الثالث والرابع اربعه كمان الرابع والخامس اربعه كمان يبقى اربعه في اربعه يطلعوا كام 16 خد بالك انا كده حسبت ما بين الاول والثاني طلع اربع مربعات ما بين الثاني والثالث كمان اربعه ما بين الثالث والرابع كمان اربعه ما بين الرابع والخامس مش هقدر مش هقدر بقى بين الخامس وكذا لان مفيش سادس فيبقى اخر حاجه هي ايه الرابع والخامس فيبقى اذا هم 16 مربع واحد في واحد طيب اللي هم 2 في 2 9 هيمشوا ازاي هيبقوا 9 طب هيجوا ازاي التسعة ركز معايا اهو التسعة دول هيجوا ازاي ادي 2 في 2 هتنزل واحده وتجيب 2 في 2 تانيين وتنزل واحده وتجيب 2 في 2 تانيين مش هتقدر تجيب اكتر من كده يبقى اذا ادي كده 3 ولما تشفت واحده هتجيب 3 كمان ولما تشفت كمان واحده هتجيب 3 هيطلعوا 9 3 2 في 2 حتى اقصى المربعات اللي ممكن تطلع بيقول لك ايه زير ار 9 2 باي 2 سكويرز هقولهم تاني ادي ده مربع اهو انزل درجه جبت المربع اللي انا بشاور عليه ده انزل كمان درجه جبت المربع الاخير شفت واحده ناحيه اليمين هتجيب المربع ده اللي انا بشاور عليه انزل كمان واحده هتجيب المربع اللي انا بشاور عليه عد الكلام اللي انا بقوله ده هيطلع كام مربع 2 في 2 هيطلعوا 9 طب 3 في 3 هتجيب كام مربع 4 ادي واحد شفت واحده هيطلع الثاني شفت واحده هيطلع اربع مربعات بس اربع مربعات بس يبقى اذا كان واحد في واحد هيديني 16 كم مربع 16 ان 2 في 2 هيديني 9 3 في 3 هيديني 4 اه بيقول لك 4 3 باي سكوير 3 باي 3 سكويرز السايد بتاعه بقى تمام طب 4 في 4 هو هيديك واحد بس 4 في 4 there is only one 4 في 4 4 في 4 يعني هتاخد ايه تاخد تمام هتاخد اربعه يقول لك في واحد بس هو اربعه في اربعه اللي السايدز بتاعته بارل اجمالي اللي هم بارل 16 زائد 9 زائد 4 زائد 1 يبقى اجمالي المربعات اللي طلعتها كام يا شباب؟ 16 من الحاله الاولى 9 من الحاله الثانيه 4 من الحاله الثالثه 1 من الحاله اللي هي 4 في 4 يعني انا حسبتها عند 1 في 1 وعند 2 في 2 وعند 3 في 3 وعند 4 في 4 وخد بالك عدد النقط الاجمالي هو 5 فين 5 في 5 عدد النقط الاجمالي هو 5 في 5 تمام اوكي فهو بيقول لك ايه خلصنا احنا كده اللي هي في غم ببجي يا جدعان حد جاي ايه الكيس الخامسه بقى الكيس الخامسه ان يكون عندك المربع مش دياجونال كده ما هوش متوازي زي دول خلي بالك الكلام ده صعب شويه يعني انا عندي المربع بالشكل ده ده يعتبر مربع مربع بس طول الضلع بتاعه مش واحد ده طوله جذر 2 لان خد بالك جذر 2 دي جت منين ده كده واحد وده واحد يبقى اذا جذر 2 فيبقى اذا كل سايد لينس جذر 2 فهو بيقول ايه هيجي لي كام واحد بقى من هيجي لي كام واحد من اللي هم بتوع جذر 2 تمام
فهو جزر 2 ادي الادي اهو جزر 2 جزر 2 الكلام بقى بيقول لك ايه خد بالك ده جزر 2 انما ده هيبقى سايب 2 ومعاه 1 فيبقى ده هيبقى 2 وده 1 ده طوله جزر 3 فهيبقى نفس الفكره ده جزر 3 وده جزر 3 وده جزر 3 وده جزر 3 يديك مربع بطريقه مايله مختلفه خد بالك هو كمان لو كان عايز يقول لك الجزء الاولاني لو المربعات واقفه كده انما لو المربعات روتيتد يعني جايه يمين او جايه شمال ده وارد طبعا كويس طب هو ايه يعني كلمه مربع ان الاضلاع كلها تكون متساويه والزوايا اللي جوه المربع تكون 90 فخد بالك ده مربع بس متشفت شويه ده مربع برضه بس هنا طول الضلع جزر 2 طول الضلع هنا جزر 3 تمام وده نفس الفكره برضه ده جزر 3 بس بطريقه ثانيه ابص ده 1 والتاني 2 فيبقى ده 1 تربيع زائد 2 تربيع تحت الجزر جزر 3 ولا جزر 5 جزر 5 يا شباب جزر 5 ليه جزر 5 هو كاتبها جزر 5 ليه ما لان دي 2 تربيع زائد 1 تربيع 2 تربيع ب 4 زائد 1 تربيع ب 1 يبقى 5 يبقى الطول ده جزر 5 الطول ده جزر 5 انما الطول ده جزر 2 لان ده 1 وده ايه ده 1 ايوه تمام عد بقى عدد الارقام دي هو بيقول لك في واحد بقى بعد كده هيبقى جزر 8 اللي هو 2 2 لان 2 تربيع زي 2 تربيع هيديك اللي هو جزر 8 واخر واحد بقى اللي هو هيبقى جزر 10 3 و1 3 و1 ده يعني 3 تربيع زائد 1 تربيع هيطلع 10 دي جزر 10 دي اجمالي عدد المربعات اللي هي ما هياش قائمه التوتال بقى المربعات كلها اللي ممكن تتجاب من الجريد ودي مساله صعبه جدا خلي بالكم هو 16 زائد 9 زائد 4 زائد 1 دول اللي هم مش مايلين وجينا بقى على المايلين طلع ال 9 مش نفسه بقى 9 زائد 8 زائد 1 زائد 2 طلعوا 50 سكوير ممكن يطلعوا من الجريد ده ولا الشبكه دي 50 مربع ممكن يطلعوا من الشبكه دي حد ايه؟ حد اقصى تمام؟ انا هسيب لكم المطلوب منكم خلي بالكم هو ناقص دقيقتين بس المطلوب منكم تحلوا الاكسرسايز اللي هو 2 2 1 و2 2 2 و2 2 3 و2 2 4 و2 2 5 لحد 6 بتوع الجزء الاولاني الحاجات اللي هي اللي انا بقول لك عليها دي اللي مش محلوله هي دي اللي هيجي منها في الامتحان يبقى قدامك لحد يوم الجمعه تحل لي 2 2 1 2 2 2 لحد 2 2 6 وتبعتهم لي 2 لحد 2 2 6 قدامي دقيقتين السؤال اللي هو الاخير ده بقى انتوا هتقروه محلول برضه السؤال المحلول كويس بعتهم على الفيس ولا في ايميل ولا حاجه ولا او التليجرام يا ابني ما بعتوه انتوا قبل كده على ايميل مش انت بعت قبل كده ولا ما بعتش يا دكتور على الاكونت بتاع الفيس ماشي بعتنا وما بعتش كده وتمشي في اكونتين اي واحد وحضرتك ما شفتش فيهم لا خليني اللي عليه صوره اللي انا بكلمكم من عليه خلاص مش هو ده ما شفتش برضه انا عليها دكتور ده انا بعت لك عليه شتات كتير ما شفتهاش اصلا طب ما انت هتلاقيك اكيد مش فريند عندي فلو فريند بشوفها يبقى انت فريند عندك والله يا دكتور طب عمر انا لسه ما عملتش حصر حضرتك انا فريند برضه طالما بعت خلاص ما تقلقش يعني خلاص تمام ابعت ابعت الحلول قدامكم لحد يوم الجمعه خلاص انا كده المحاضره دي خلصت لان هي نايس فيها اقل من دقيقه في حد عنده اي سؤال تمام يا دكتور سلام ال 40 دقيقه ازاي 4 في 4 مربع 4 في 4 واحد بس ليه 4 في 4 واحد بس طب تعالى نشوف اللي هو ده انت قصدك ده صح كده قصدي بس ده 3 في ده 4 في 4 بصي ادي هم 5 في 5 ادي كده ده ادي 1 2 3 خدي بالك ده 3 في 3 انا عايز 4 في 4 4 في 4 اللي هو الكبير خدي بالك هما خمس نقط بس 4 سنتي ادي سنتي